بسم الله الرحمن الرحيم، برحب فيكم بأولى دورات شبكة التعليم التفاعلية، دورة البرمجة والمحاكاة في الماتلاب. بهذه الدورة بإذن الله رح نلقي نظرة شاملة على أهم التقنيات للبرمجة في الماتلاب، ورح نتطرق بشكل سريع للمحاكاة في الماتلاب. رح نبلش دورتنا بإذن الله بالتعرف على البيئة الأساسية للماتلاب، رح نتعرف على المكاتب الأساسية، رح نتعرف على بيئة البرمجة في الماتلاب، ومن ثم رح ننتقل للتعرف على المصفوفات. رح نناقش المصفوفات بشكل تفصيلي بالإضافة للتعرف على واجهة الماتلاب الأساسية بالأسبوع الأول. بالأسبوع الثاني رح ننتقل للتعرف على بنى التحكم وعلى مقدمة سريعة في البرمجة غرضية التوجه، بالإضافة للرسوميات الرسم ثنائي البعد ومقدمة سريعة بالرسم ثلاثي البعد. أما بالأسبوع الثالث رح ندخل لنتعرف على الواجهات الرسومية، رح ناخذ مقدمة عن الواجهات، كيفية إنشاء وعرض واجهة، رح ناخذ مثال عملي شامل، بالإضافة لهذا الشيء رح ندخل ببعض التفاصيل عن برمجة عناصر التحكم بالإضافة للاستدعاءات. بالأسبوع الرابع رح ننظر بشكل سريع على بعض الأمور التخصصية بالماتلاب مثل معالجة الصور، التعامل مع ملفات الإكسل، والربط مع العتاد الصلب من خلال التحكم بالمنفذ التفرعي، التحكم بالمنفذ التسلسلي، والربط مع الأردوينو. بالأسبوع الخامس إن شاء الله رح نكون صار عنا مجموعة من المهارات الأساسية بالبرمجة بالماتلاب، رح يكون صار عنا فكرة عن بعض التطبيقات التخصصية للماتلاب، رح ندخل للمحاكاة في الماتلاب. رح نحكي بالأسبوع الخامس رح ينقسم لجزئين، رح يكون غالبا أسبوعين. رح نحكي بالأسبوع الأول منه عن أساسيات المحاكاة، أسس تصميم نموذج محاكاة، أدوات تصميم بالاعتماد على أساس على نموذج المحاكاة، أساسيات محاكاة، واجهة المحاكاة، وإنشاء نموذج بسيط. أما بالأسبوع الثاني رح نتعرف على تحليل نموذج محاكاة، كمثال على ذلك رح ناخذ نظام تحكم، ورح نتعرف على محاكاة نموذج كيفية محاكاة النموذج لنفس المثال اللي هو نظام التحكم، وكيفية تبادل المعطيات ما بين الماتلاب البيئة البرمجية والمحاكاة بيئة المحاكاة. الجزء الأخير من الدورة إن شاء الله رح ناخذ مجموعة من المشاريع العملية عن كافة المواضيع يلي قمنا بمناقشتها طيلة أيام الدورة، وبكل تأكيد رح يكون هناك مجموعة من الأمثلة، مجموعة من المشاريع، مجموعة من حلقات البحث يلي رح يتم إسنادها للطلاب المسجلين معنا بالدورة، ورح يتم تحديد وقت تسليمها بإذن الله. خلونا نتعرف بهذا الفيديو على مقدمة سريعة عن بيئة الماتلاب. بمجرد تنصيب برنامج الماتلاب وفتحه لأول مرة رح تظهر عندي الشاشة بالشكل المبين أمامي. هاي بيئة الماتلاب، نسخة الماتلاب R 2013A. بتخيل هاي النسخة الأحدث من الماتلاب، مؤخرا من فترة أيام معدودة صدرت النسخة الجديدة من الماتلاب 2013B. الفروقات عم تكون بالمكاتب اللي بتحتويها بيئة الماتلاب. منلاحظ بأعلى الشاشة عندي الهوم والبلوت والابليكيشن. الهوم راح تحتوي نيو سكريبت، نيو راح تحتوي مجموعة من الخيارات script function class system object figure إلى آخره، رح نتعرف عليهم إن شاء الله طيلة أيام الدورة. open لأفتح ملف قديم قمت بإنشاؤه، find file للبحث، compare المقارنة، import data رح نتعرف عليها وقت ندرس الربط التعامل مع ملفات الإكسل، ربط ما بين الماتلاب والإكسل، رح نشرح كيفية استيراد المعطيات، save workspace. الورك سبيس هي بيئة العمل، راح نتعرف عليها ان شاء الله بشكل تفصيلي. النيو فاريبل لتعريف فاريبل متغير جديد، اوبن فاريبل بحال كان عندي فاريبل بدي اظهر قيمته، كلير ورك سبيس لمسح مساحة لتفريغ مساحة العمل او مسح المتغيرات منها. ممكن عندي تحليل الكود، تشغيل النموذج، تشغيل الخوارزمية او البرنامج، وبالاضافة لمسح سطر الأوامر من خلال clear command. Simulink library راح تحتوي على مكتبة المحاكاة. layout هو شكل
واجهة الماتلاب مثل ما انا شايفين عندي عدة خيارات. ممكن الديفولت بنلاحظ راح يضيف كوماند هيستوري، كوماند ويندو اونلي، ما عندي غير كوماند ويندو، الهيستوري اند كوماند ويندو، هيستوري اند كوماند ويندو، اول بات كوماند ويندو، اول بات كوماند ويندو مينيمايز، بنلاحظ صارت مصغرة بجهة باليمنى. هون مثل ما انا شايفين البروفايلر رح نتعرف عليه لاحقا ان شاء الله. هون عندي الكورنت فولدر، الورك سبيس، والكوماند هيستوري. وبامكاني اختار النوافذ اللي بدي اظهرها حسب الحاجة. البريفرنس رح تفتح النافذة تحوي كافة خصائص بيئة الماتلاب. السيت باس هو المسار اللي عم يتم العمل عليه. هيلب المساعدة مثل ما انا شايفين دوكيومنتيشن راح تحتوي على ملفات مساعدة، الاكزامبلز، مجموعة من الامثلة، ريكويست سبورت بحال بدنا ندعم من الموقع من خلال ريكويست سبورت، سبورت ويب سايت من خلال massworks.com، التريننج من خلال الدورات اللي بتعطيها massworks بشكل مباشر اونلاين او من خلال زيارة مراكزهم. بالإضافة about MATLAB راح يظهر لي نسخة الماتلاب اللي عم استخدمها، community request support والأدونز خاصة ال community والrequest support خاصة بالدعم الفني والمجتمع المنشأ على الماتلاب المنشأ على موقع الماسوركس، الأدونز بحال بدي أضيف إضافات برمجيات أقوم بإنشائها أو أضيف باكيج أو مكاتب راح نتعرف عليها بالوقت المناسب إن شاء الله. بلوت راح تحتوي على أهم الأشكال أو تقريبا تحتوي على كافة الأشكال الموجودة اللي بتتيحها الماتلاب للرسم الثنائي والثلاثي البعد بالإضافة لرسم السطوح والرسوم الإحصائية. الأبليكيشن راح تحتوي على كافة التول بوكسز أو الأدوات المتاحة في الماتلاب. بنلاحظ عندي أدوات مختلفة، الفافوريت على الشاشة، عندي بعدين الستاتستيك أند أوبتمايزيشن، الكنترول اند سيستم ديزاين، السيجنال بروسيسنج اند كوميونيكيشن، معالجه الاشاره والاتصالات، ايميج بروسيسنج اند كمبيوتر فيجن، الاتصال الحاسوبي ومعالجه الصور، تيست اند ميجرمنت من خلال الانسترومنت كنترول، الاو بي سي كلاينت، بالاضافه للفاينانشال تايم سيريز من اجل الدراسه الماليه، كود جينيريشن لتوليد الكود، تطبيقات مختلفة أحد تطبيقاته من أجل توليد ملفات السي للتعامل للربط ما بين الماتلاب ولغة السي، الماتلاب كومبايلر إذا سمح لنا الوقت ممكن نتعرف عليه لتوليد الملف لتصدير برنامج الماتلاب اللي راح يقوم ببرمجته لصيغ مختلفة جافا أو ملف تنفيذي إكس إي الى اخره. داتابيز كونكتيفيتي اند ريبورتس للربط مع قواعد البيانات داتابيز سواء اس كيو ال او اوراكل، واخر شيء مثل ما انا شايفين سيميوليشن جرافيكس اند ريبورت تحتوي على 3 دي انيميشن بلاير وال 3 دي وورلد اديتور. هاي لمحه سريعه عن بيئه البرمجه في الماتلاب، عن الواجهه الاساسيه للماتلاب. باذن الله بالفيديو القادم رح نناقش مقدمة عن المصفوفات.